أول ما ظهر الشرك في العالم في الأمة ظهر بسبب أمر كان مباحا فيما يقوله بعض أهل العلم، بل مش كان أمر مباح، ده عملوا الأمر عشان يزدادوا في الطاعة. الشيطان دخل بمدخل قال لهم إيه في كيف ظهر الشرك في عهد نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة. جمهور المفسرين إن كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فكيف ظهر الشرك؟ إن كان في ناس صالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين يعبدون الله فماتوا، فأراد الناس أو أوعز الشيطان إليهم أنهم يتذكروا هؤلاء الصالحين حتى يقوموا وينشطوا للعبادة. شوف مدخل الشيطان، يدخلك مدخل إيه؟ عشان العبادة. إيه رأيك نصور هؤلاء في تماثيل معينة وصور معينة، نصور مثل هذه الأشياء ونضع مثل هذه التماثيل في الميادين أو في البيوت، فكلما رأينا هذه التماثيل ازدادنا عبادة. وبالفعل قد يساعدهم الشيطان على زيادة العبادة، لأن كان في معنى جميل أشار إليه الشيخ الطريفي، إن العقيدة لها دورة حياة، العقائد لها دورة حياة، زي ما الإنسان له أجل، العقائد لها أجل زي ما الإنسان له أجل، لكن أجل العقيدة عمر العقيدة أطول بكتير من عمر الإنسان. فتبدأ العقيدة في أول أمرها من المباحات، وعمر الإنسان 60 سنة. العقيدة تظهر، الشرك الذي بداخلها يظهر بعد 500 سنة. متخيل معايا؟ يعني عقيدة بتبدأ بمباح أو بأمر مستحب، مباح مكروه حرام شرك، دي دورة حياة عقيدة معانا كيف تصل إلى الشرك. حياة الإنسان قصيرة، فغالبا تظهر الشرك، يظهر الشرك في الأجيال الآتية مش في نفس الجيل اللي ظهرت فيه المشكلة. يعني مش الجيل اللي ظهر ده اللي ظهر فيه تماثيل ود وسواع، مش هو ده الجيل اللي ظهر فيه الشرك. بل قال ابن عباس البخاري حتى إذا تنسخ العلم، العلماء ماتوا والعلم قل في المجتمع وظل العلم يقل بالتدريج، حتى ظهر جيل لا يعلم شيء عن الدين ووجد هذه التماثيل، فأتاه الشيطان وقالوا كانوا يعبدونها.